المكسيلار بتكون من الكور دو مكسيلار اي 4 بروسيسوس بروسيسوس فرونتال بروسيسوس زيغوماتيك بروسيسوس بالاتان اي بروسيسوس الفيولار الكور عنده 3 فاس فاس سوبيريور او اوربيتير فاس انتيريور جوجال او فاسيال فاس بوستيريور او انفراتمبورال وتتسمى زاده تيبروزيتي دو مكسيلار الفاس انتيريور عندنا هذايا الروبور انتيريور دو لوربيت عندنا فورامين انفرا اوربيتير يخرج منه باكي باسكولو نيرفو انفرا اوربيتير عندنا جوغام كانا عندنا فوسيت انتييف وعندنا فوس كانين هذايا الكريت انسيجور نازال دو ماكسيلير انسيجور نازال دو ماكسيلير مع الانسيجور نازال دو لوتر ماكسيلير اومولوغ تعطينا اوفرتور بيريفيرون وهذايا كيف كيف مع لي بارتي هذي مع الهومولوج نتاعها تعطينا ايبي نازال انتيريور الفاس بوستيريور بريزونت في السيكتور انتيريور اون امبرينت روغوز مارك لارتيكولاسيون دو بروسيسوس بيراميدال دو بالاتان في البارتي موين عندنا 2 ا 3 فورامين الفيولير بوستيريور سوبيريور من الفوق عندنا سيون دو لارتير ماكسيلير تمشي تتعدى من الفاس انفرا تمبورال للفاس بتيريغو بالاتين فيا لا سيسور لا فيسور بتيريغو ماكسيلير الفاس سوبيريور و ال اوربيتير بريزونت لو سيون انفرا اوربيتير لو كانال انفرا اوربيتير يخرج من الفاس جوغال ولا انتيريور بالفورامين انفرا اوربيتير مي البور انتيريور نتاعها يعمل غبور انفيريور دو لوربيت البور بوستيريور يعمل ليفر انفيريور دو لا فيسور دو فيسور اوربيتير انفيريور البور ميديال سارتيكول اون افون افيك لوس لاكريمال اون اريير افيك لا لابيرانت اتمويدال مي الفاس ميديال والا زاد لا باز دو كور مقسومه لدو سيغمون بار لو بروسيسوس بالاتان سيغمون نازال اي سيغمون اورال السيغمون نازال فيه هياتوس دو سينوس ماكسيلير قدام الهياتوس دو سينوس ماكسيلير عندنا لو سيون لاكريمال السيون لاكريمال باش يجي يوحل فوقو لوس لاكريمال ويعمل كانال لاكريمو نازال كومونيكاسيون ما بين لوربيت والفاس نازال قدام السيون لاكريمال عندنا هذايا بروسيسوس فرونتال افيك سي دو كريت كريت اتمويدال و كريت كونكال هذي اتمويدال هذي كونكال هذي سيون لاكريمال بروسيسوس فرونتال سينوس هياتوس دو سينوس ماكسيلير مي وراس هياتوس دو سينوس ماكسيلير من الفوق عندنا تريغون بالاتان لو تريغون بالاتان مارك لارتيكولاسيون افيك لا فاسيت ماكسيلير دو بروسيسوس اوربيتير دو بالاتان وراس هياتوس دو سينوس ماكسيلير عندنا سيون غران بالاتان يعمل مع سيون غران بالاتان اللي موجود على الفاس لاتيرال de la lame perpendiculaire du palatin, le canal grand palatin, il y a une communication entre la cavité orale et la fosse ptérigo-palatine. Le processus palatin, maxoum, est le foramen incisif, il y a deux crêtes, crête nasale, crête incisive ou crête nasale. C'est le canal incisif. C'est le canal incisif, communication entre la cavité nasale, cavité orale. C'est la crête nasale. هذه كريت انسيزيف بروسيسوس فرونتال الفاس لاتيرال نتاعو هي تعمل بورسيون من باروا ميديال دو لوربيت هذه قلنا بروسيسوس زيغوماتيك يوحل مع لوس زيغوماتيك هذه بروسيسوس الفيولير